حصول جميع المواطنين على رعاية صحية نوعية هو ما جاء في الالتزام 45 لسيد رئيس الجمهورية. مرافق وهياكل صحية تعززت بها المنظومة الصحية بولاية تيزي وزو بهدف رفع الغبن عن المواطن وتقريب المرفق الصحي للمرضى. وقم يقارن أتشاويض تودشا لشانتي أتشاويض أروين شمجدا قسمي تخلق ثاقية الحمد لله يعني والله هذا راح دافت ساعد دافت نروح حتى تيزي وزو نوصل لشان وما نعرف ليه تصحك ما نعرف ليه تصحك النوبة ما نعرف ليه تجوز عن طبيب. ومن أجل تطوير الخدمات الصحية تماشيا وسياسة القطاع تعرف المؤسسات الاستشفائية بولاية تيزي وزو إدخال التكنولوجيا أين يتم متابعة وتسيير الفحوصات الطبية للمرضى باعتماد نظام الرقمنة. الدولة تخدم لي زوبيتو الكلية تخدم عطيت الصحة ولكن نبغى الزيادة سيرتو كل شيء مسدورة راه غير الكلية غاتخذ عرفتي تيزي وزو زيك وتسليك دار الشغل اللي كدوها الله كده. المستشفى الجامعي ندير محمد مقصد العديد من المرضى طلبا للعلاج من داخل وخارج الولاية وبالرغم من نوعية الخدمات الطبية التي تقدمها الطواقم الطبية الشابة يبقى يعاني من مشكل الاكتظاظ. جيت ندير لي رام في لوبيطال ندير محمد سي اش او تيزي وزو والحمد لله اليوم استقبلونا بيان والرونديفو الى ايتي سامبليفي ولا بريزونس راه كانت مليحه. الحمد لله الامكانيات كاين كلش كاين الفرملين يقوموا بهم يجوا كيلو لهم لاطونسيو يجوز لهم لافيزيت يديروا لهم لي سيجي الحمد لله. حقيقه في مستشفى الجامعي لولايه تيزي وزو عندنا اكتظاظ كثير من المرضى لان كاين بزاف ولايات اللي يجوا يقصدوا مستشفى الجامعي لولاية تيزي وزو لهذا تنعكس معنويا على النوعيات الخدمات الطبيه. ولتخفيف الضغط عن المستشفى الجامعي ندير محمد مشروع جديد سيتعزز به القطاع مستشفى 500 سرير بقطب الامتياز وادفالي والذي اوكلت مهام انجازه لمجمع كوسيدار.